تلعبني فوازير؟ فوازير؟ اه العبك فوازير. مرة سمكة عطست راحت قالت للسمكة يا جماعة معكيش قنديل. قنديل البحر وكده. وبعدين؟ واحد قتل أبوه وأمه وبعد كده قتل خاله وبعد كده قطع رجليه، ليه؟ صعبة دي يا ابني. عشان رجليه ما تجيش في القضية. واحد عمل حفلة لكل الأرقام، كل الأرقام، عزم كل الأرقام ما عدا رقم 8. راح ما عزموش، راح هو راح جه بقى دخل الحفلة راح لقى إيه؟ رقم 8 بيرقص، قال له الله هو أنا مش ما عزمتكش، أنت إيه اللي جابك في الحفلة؟ قال له ده أنا رقم 0 بس متحزم. لا حلوة دي. طب لما الواحد يموت نعمل إيه؟ نقول لا إله إلا الله. لا. ندفنه. لا. نسيبه يدود. لا. نعمل إيه مش عارف. لما الواحد يموت نسيبه ونعد من أول 2 3 4. مرة واحد ضابط حب يخرج ولاده وداهم مسرح الجريمة. ليه الهمبرجر دايما بيجري؟ الهمبرجر بيجري يا ابني. اه. مش عارف. الهمبرجر دايما بيجري عشان من الوجبات السريعة.